أكيد طبعا إحنا بقالنا لسه في الموسم، وإحنا الفترة اللي فاتت دي كلها بنستعد عشان الماتش ده. بالنسبة لنا بطولة ماتش سوبر أفريقي، طبعا إحنا الفترة اللي فاتت بنستعد بشكل كويس، بقالنا فترة كبيرة عملنا معسكر عشان خاطر الماتش، واللعيبة كلها جاهزة. بالنسبة لنا هو ماتش كبير طبعا، من فرق الاتحاد العاصمة طبعا لها كل الاحترام. النهارده الماتش بكره طبعا اكيد ماتش صعب جدا، ماتش واحد ماتش بطوله، اكيد هم مستعدين بشكل كويس، وطبعا احنا اللعيبه كلها مستعده بشكل كويس جدا، والفتره اللي فاتت دي كلها كانت مركزه بشكل كويس جدا، واحنا سعداء ان احنا طبعا في بلدنا الثانيه السعوديه، طبعا احنا موجودين هنا اول مره نلعب في السعوديه سوبر الافريقي، عشان كده اللعيبة كلها مستعدة، وإن شاء الله نرفع الكاس بكرة، ولينا التوفيق بكرة إن شاء الله. أكيد طبعا النادي الأهلي نادي كبير جدا الحمد لله، يعني بجمهوره وجمهوره في كل مكان في كل البلاد العربية، طبعا في المملكة السعودية طبعا الجمهور المصري موجود بشكل كبير، إن شاء الله يكون موجود بكرة، وإحنا إن شاء الله اللعيبة تقدر تسعد الجمهور.